وشع. كل ما هو كان أبيض وأسود تلاقيني متعلقة بيها جدا، يعني لأنه ستايل الأبيض وأسود ده تقدري تقولي لي مين من فنانات الأبيض وأسود ما كانتش شيك؟ يعني أنا بلاقي إن الموضة دلوقتي قريبة جدا، إحنا بس كبنات بقينا بنميل أكتر للبنطلونات، لأن طريقة المشي وطريقة القعدة وطريقة المواصلات، تطلعي الأوتوبيس وتنزلي الأوتوبيس وتاخدي العربية عشان الحركة والكلام ده، الجمهور عايز يتفرج على حاجة حلوة، الجمهور عايز يتفرج على حوار بيحترم عقليته. أنا كأنوشكا بقول من خلال اسمك إنه مش محتاجين نلبس السينية علشان نكون شيك، فهماني زي؟ يعني أنت مش محتاجة أنك أنت تلبسي من أغلى بيوت الأزياء، مش معنى كده أنك ما تلبسيش، أوكي؟ إنما مش معنى كده أنه علشان تبقي شيك فانتي لازم تروحي تعملي حاجة سينيبة أو غالي جدا وحاجات كده خالص. جراند أوتيل كعمل جماعي اتقدم للناس، كمية الدعوات اللي أخدناها أنا يكفيني لسهنة قدام. أنا لو كل يوم الصبح أطلع أخد الدعوتين الحلوين اللي أنا كنت ألاقيهم من كل واحدة، مثلا ست كبيرة، أم، أب، مش يعني حقيقي الواحد مبسوط. إنما أتمنى إن احنا نلاقي أعمال زي كده كتير. تفتح التلفزيون تلاقي في حد، واحدة قالت لنا احنا بنفتح التلفزيون بنلاقي فيه ريحة حلوة كده بتطلع. في أدوار كده ممكن أنا ألاقي نفسي فيها وأدوار ما لاقيش. أنا بعتبر أنه الخط نيلي ما بتتعاملش مع الشخصيات بطريقة سطحية. سوسن بدر كذلك، صفاء الطوخي كذلك، فأنت لما بتلاقي أنه محمد ممدوح كذلك، كلنا كده. بس يعني يا حبذا لو نلاقي أدوار كده، أدوار عميقة، مش مثلا أصل فلانة مطربة تعالى ندلها دور هوبا يلا سهلة، يعني الموضوع مش كده خالص. يعني ليه سينجل وليه ألبوم؟ هو الأحلى إنك أنت تطلعي قدام الناس، لأن بقى لي فترة ما وقفتش على المسرح، فهتبقى في أكتوبر إن أنا أعمل حفلة. وليه أكتوبر؟ لأنه نوعية شكل الحفلة اللي أنا ببقى عايزة أقدمها، يعني نوعية الأغاني ما تتغناش في نادي في مكان مفتوح، يعني أفضل إنها تبقى سيتد، كراسي والجمهور جاي قاعد، زي بنكون في الأوبرا، زي ما بنكون فهماني كده. إنما فترة الصيف نوعية الحفلات اللي بتبقى في الصيف، ما أنا طول عمري كنت بعمل حفلات صيف، يعني هنطلع على البحر، مش ما كنتش حاسة نفسي فيها دلوقتي. بصي، عملت غنى، عملت تمثيل، عملنا سينما، عملنا إذاعة، عملت مسرح. الأفضل بالنسبة لي الموضوع اللي أنا بقدمه، اللي أنا بلاقي نفسي فيه. أنا إن كان الود ودي يعني أقدم كل دول. وشوشة، الموقع الفني الأول في مصر. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهواتي. www.washwasha.org